بص، هو انا بعد ما اتكلمت على موضوع تركي الشيخ وحسام عاشور واحمد حجازي، بعد كده قعدت اقول لا احنا نمسح الفيديو ونستنى نشوف ردود الافعال اللي هي من الناس بتوع مجلس الاداره وحبايبهم والناس اللي بسم الله ما شاء الله بيدافع عنهم في اي حاجه، اشوف الناس دي هتقول ايه، وبناء عليه بقى نطلع نرد على الحد اللي هم قعدوا يهبدوه. لقيتهم ان هم بيتكلموا على ان كبير العيله والاب الروحي ومجلس الاداره بتاع الاهلي هو مجلس الاداره الاب الروحي لكل الاهلاويه والكلام بتاع ثمانينات اجرك الله، ولقيت ناس تانية طلعت تتهم الدكتور ممدوح نصر الله ان هو انت بتاخد فلوس من تركي الشيخ، انت قبيط تركي والكلام ده، اللي هو حبيبي ما كلكم بتاخدوا فلوس، بس انتوا بتاخدوا فلوس من مجلس الاداره عشان خاصه تدافعوا وتطبلوا، يعني ما لو تركي الشيخ بيدفع برضه مجلس اداره الاهلي بيدفع وامين مرتضى بيدفع برضه، انتوا في ايه؟ لو نقعد بقى نقضيها كده فكل واحد فينا هيطلع ان هو بياخد فلوس من اي حاجه، بس ليه بقى؟ عشان انتوا رافضين فكره ان في حد طالع ينتقد مجلس اداره الاهلي اللي هو اساسا مرمت اسم الكيان. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا صديقي، انا اسمي اسلام حاني ودي كان اسمها بعد الماتش، انا راجل من بني سويف وعلى باب الله وبتكلم في الكوره باللي انا شايفه واراء شخصيه على حاجات بتابع بيها كوره من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي. انا راجل عندي 27 سنه، يعني لما حد يجي يقول لي اتكلم على الاداره بتاع الاهلي ان هي الاب الروح الاهلاويه وان هي احسن اداره في الكوكب وان هي اداره بتمشيش عليها كلام، هقول له استنى ثواني بس، انت بتتكلم على انهي اداره بالظبط؟ الاهلي اداره كابتن حسن حمدي ولا اداره كابتن محمود الخطيب ولا اداره كابتن محمود طاهر؟ عايزين نتكلم بس. ما اداره كابتن محمود الخطيب، لا هي اداره فاشله واداره عندها شويه مشاكل كتيره قوي، مشاكل داخليه قبل المشاكل الخارجيه. امبارح برضو كنت بتكلم في قضيه كابتن راني علواني والانتخابات اللي هم بيحضروا لها، الانتخابات اللي لحد دلوقتي معروف ان كابتن محمود الخطيب هيقف ضد العمري فاروق اللي هو معاه في مجلس الاداره، وفي الاخر طالعين يقولوا له يحترم المجلس ده المجلس ده والاب بروح الاهلاويه. اب روح ايه سعادتك؟ هم اساسا قاعدين مش طايقين بعض جوه في الغرفه بتاعتهم، انا هطلع اطبل لهم ازاي يا بابا؟ انا نفسي بصراحه ربنا افهم الناس اللي بتطبل مجلس الاداره بتاع الاهلي دول، اللي هو انتوا عايزين تخلوا المتابعين بتوعكم عاملين ازاي؟ يعني لما انا اقعد اسمع علاء صادق، وعلاء صادق بالمناسبه واحد من اكتر الناس اللي كان بينتقد تركي الشيخ، واحد من اكتر الناس اللي كان بيسف على تركي الشيخ، بس الكلام ده ايام الجزيره لما كان معارض، انما هو دلوقتي مقتنع تركي الشيخ محب جدا للاهلي، اللي هو سبحان الله يا دكتور علاء، يعني المفترض ان انت طالع تقول لي القيم والمبادئ والاخلاق، وحضرتك نفسك لا عندك قيم ولا مبادئ ولا اخلاق، بس مع ذلك انت طالع ان انت تفرض كل وجهه نظرك اللي هي محدش فاهمها غير ان هي يا جماعه عشان ما تشفكوا الزملكاويه، يا كابتن علاء احنا والزملكاويه احنا اخوات وتربينا في نفس الاماكن ودخلنا مدارس واحده وكلنا اصحاب وبنتفرج على كوره في اوروبا، عارفين يعني ايه ان في له استفيد؟ تركي الشيخ جاي مصر ليه؟ علشان خاطر يستفاد اسمه يعلى ويتحط جنب النادي الاهلي. اما بقى فكره ان انت محب وان انت تدعم النادي وتحط شريطه وما تتكلمش اي حاجه خالص، الراجل ده مش كده، الراجل من اول يوم قال لك لا انا عايز اخد الشو، اديني الشو دلعني، خلاص الموضوع بالنسبه لي عديت الفلنكات، سيبني اطلع المسرح وخلاص. كابتن تركي الشيخ والمستشار تركي الشيخ مخلص كل حاجه في الاهلي، وانا قاعد اقول الكلام ده اول ما قلت القناه دي، تركي الشيخ هو راس مال مجلس الاداره بتاع الاهلي في الحياه، راس ماله في الصفقات، راس ماله في الفلوس، راس ماله في المشاريع حتى اللي هم بيفكروا فيها، راس ماله في كل حاجه، غير تركي الشيخ ما هو مجلس اداره فاضي تماما، ما عندوش اي خطط وما عندوش اي حاجه، اهم حاجه بالنسبه لهم ان احنا نظبط الانتخابات اللي جايه ونشوف الدنيا هتبقى رايحه فين، ده مجلس اداره الاهلي الحقيقي، تقدروا تقولوا الكلام ده للناس؟ لا والله ما تقدروا، لان انتوا خايفين علشان خاطر يعني ما ينفعش ان انتوا تطلعوا تقولوا للناس الحقيقه. ليه؟ عايش الناس في الوهم، عايش الناس في المدينه الفاضله، عايش الناس اللي قالت اهلي ايه اللي سد قراره يا دكتور انت بتشتغلنا؟ قال لي حضرتك بتتكلم على انهي اهلي بالظبط؟ انهي اهلي في انهي فتره زمنيه؟ الاهلي كان سيد قراره دايما، بس مجلس اداره محمود الخطيب مش سيد قراره. ان ما كان مجلس اداره كابتن محمود الخطيب عنده مشاكل كتيره قوي، بيخاف من السوشيال ميديا، بيخاف ان هو يتقال ان هو بيركب تركي الشيخ على مجلس الاداره، وبيخاف ان هو يخلي تركي الشيخ يعمل كل حاجه وياخد هو سسبنس في الاخر. يعني تركي مثلا يروح يدفع لحسام عاشور 24 مليون، بس مفترض ان حسام عاشور يطلع يقول بصوا انا عاشق للكيان وبشكر مجلس الاداره جدا، اللي هو بناء على ايه اساسا؟ انا مجلس الاداره بتاع الاهلي قال لحسام عاشور انا ما بعملش يا ابني ماتشات اعتزال وهعمل لك ماتش اعتزال، وماتش اعتزال ده هعمله مع الميريه اللي هو بتاع تركي الشيخ، ومين اللي هيدفع لك ال 24 مليون؟ تركي الشيخ، ومين اللي هيديك الفلوس بتاع الماتش؟ تركي الشيخ، يبقى انا اطلع اشكر مجلس اداره الاهلي ليه يعني؟ وفي الاخر لما ما يطلعش يشكر مجلس حسام عاشور راح النادي حسام عاشور يا حبيبي حسام عاشور، ما حسام عاشور عارف التيتا، عارف ان انا بتعامل مع تركي الشيخ، غير كده انا ما بتعاملش مع مجلس اداره، مجلس الاداره قال لي بص لو حبيت تظبط تركي الشيخ هتاخد كل اللي انت عايزه، فانا عملت كده بالظبط، حسام عاشور عمل كده بالظبط، طالعين بقى دلوقتي يقول لك حسام عاشور خان النادي، اللي هو اساسا انتوا بتشتغلونا انت يا ابني ايه الابداع اللي انتوا بتعملوه معانا ده؟ اللي هو يا حبيبي انتوا عايشين في اي كوكب ولا بيتكلموا في اي اتجاه؟ يعني مثلا ناصر الخليفي لما راح اشترى باريس سان جيرمان كان يسمع كان ينفع مثلا ناصر الخليفي يقول لك الشكر كله الشكر لمجلس اداره باريس سان جيرمان اللي هو اساسا بتاع يعني
بص، هو احنا هنا عندنا في مصر حاجات عكس بعض، اللي هو يا جماعه تركي الشيخ جاي يستثمر في مصر فلوس وجاي يستثمر صفقات، المفروض الراجل ياخد كريدت وياخد شكر على الحاجات اللي هو بيعملها. لا، هم عايزين الشكر كله مجلس الاداره بتاع الاهلي ياخده، والراجل عنده مشكله مع الحوار ده. الراجل عايز الاهلي يبرز دوره في قضيه حسام عاشور، وعايز الاهلي يبرز دوره في مفاوضات احمد حجازي. مفاوضات حجازي اللي زي ما قلنا الراجل راح خلص مع حجازي، وكابتن محمود الخطيب قال له مش عايز نخلص الصفقه بتاعت حجازي دي عشان هتولع اوضه الملابس و35 مليون والكلام ده، على اساس ان هو ما راحش عملها في صلاح محسن 42 مليون وسخن اوضه اللبس وولع في الفرقه، اللي هو اساسا عادي عادي. بس انا مش هتكلم في حاجه، لان في ناس بسم الله ما شاء الله زي ما متعوده ان هي تصنع اسنان من عجوه، في ناس برضه صنعت مجلس اداره الاهلي الحالي صنم عجوه كبير قوي، واقفين وبيقولوا له الله على كل حاجه انت بتعملها. اللي هو يا جماعه ده مجلس سيء، ده مجلس عنده مشاكل كتير، ده مجلس انا النادي، ده مجلس ده ما بدا صالح سليم الله يرحمه، ده مجلس لو صالح سليم الله يرحمه كان عايش كان طرده من بره النادي، الموضوع كان خلصان. هتقول لي ما هو صالح سليم كان معاه محب للنادي الملك فيصل، الامير فيصل، اقول لك لا لا، الامير عبد الله الفيصل كان راجل داعم وكان راجل محب، وكان راجل ما بيحبش يتم ذكر اسمه، عكس تركي الشيخ تماما. يعني صالح سليم الله يرحمه كان عارف هو جايب مين، والخطيب عارف هو جايب مين، بس المشكله بتاع الخطيب ومجلسه ان هم كانوا عايزين يجيبوا اي حد يصعدهم من السلم بتاع مجلس الاداره. اهم حاجه بالنسبه لهم حد يقعدنا على الكراسي، بعد ما نقعد على الكراسي لا يتحرك اي حاجه. بس بعد ما قعدوا على الكراسي اكتشفوا ان الراجل ده عايز ياخد منهم السوكسيه وعايز ياخد منهم الكريدت والشهره وكل حاجه. قال لك لا انا عندنا مشاكل مع الراجل، وبرده ما كانوش يجرؤوا ان هم يردوا على اي حاجه. حتى امبارح برده بنفس التعليمات هي يا جماعه، ما حدش يرد على تركي الشيخ. وبقول لكم ايه، احنا هندي له حوار حسام عاشور ده ان هو قرر يعتزل، اللي هو انا برده قلت امبارح، قلت كابتن حسام يعني 24 مليون كتير يعني. فبصراحة أنا معاك إن أنت تطلع تشكر مستشار تركي، غير المستشار تركي أنت ما كنتش تاخد أي حاجة، وحتى كمان لو فكرت تلعب سنة أو سنتين مش تاخد 24 مليون دول. فالله يكون في عونك كابتن حسام، والله يكون في عونك على خاطر اللجان الإلكترونية اللي هتطلع تتكلم معاك، والذباب الإلكتروني اللي معروف إن هو بيطلع يطبل ويعمل أي حاجة. بس أنا صراحة ربنا يعني أنا عايز أقول لدكتور علاء صادق سؤال مهم، هو أنت بقيت أهلاوي إمتى؟ أنا واحد عندي 27 سنة، عرفتك في حياتي لما كنت بتشتم حسن حمدي، وعرفتك لما كنت عندك شوية مشاكل مع مجلس الأهلي، كنت بتكره جوزيك، أنت بقيت أهلاوي إمتى؟ ولا انت شايف دلوقتي كل حاجه واقفه ضد مرتضى فخدت الشو على حساب مرتضى؟ لا، وانت مقنع ناس ان انت ايه بسم الله ما شاء الله اهلي، ده في قلبي وفي دمي، على اساس ان انت بتشتغلنا مثلا زي ما كنت بتقول ان انت معارض للنظام، في حين ان انت كنت شغال في كل قناه فضائيه بتاعت النظام ده. بس سبحان الله اقنعت شويه ناس بانوا انك كنت معارض، اللي هو انا صراحه ربنا انا بحسدك على الطبيعه والطريقه اللي انت بتعرف تسوح بيها الناس وبتعرف تودي الناس يمين وشمال، ومع ذلك انت نفسك بتكذب. هقول لك ايه، هي مصر مش عايزه الا كده، مصر مش عايزه غير حد ينجم في ناس فاشله وحد تاني ينجم في ناس كذابه، وحد كذاب يطلع يتكلم على ان الكذب حرام زي خالد غندور كده. انا تعبت والله يا اسطى، وعارف انك تعبت من 6 دقايق دول، بس انا واحد بقول لك الحقيقه وبقول لك اللي انا شايفه. انت عايز تروح تسمع التطبيل وعايز تسمع الناس اللي بتطبل وتقول ان ده اعظم مجلس في الكون وده مجلس سيد قراره، فمش هتلاقي الكلام ده هنا يا سريكه، عشان احنا هنا بنتكلم على الحاجات اللي انا شايفينها مش الحاجات اللي هم شايفينها. بص، انت لو ما عملتش لايك وسبسكرايب فبراحتك يا اسطى، انا عارف ان انا كميه السبع دقايق والكلام اللي انا قلت لك فيه ده احبطك، بس انا بقول لك ايه، هو تركي الشيخ راس مالهم في الدنيا، فهيروحوا وهيتحايلوا عليه وهيصالحوه وبرضه هيجيبوه وهيعملوا معاه نفسه كل حاجه، بس هيخافوا ان هو ياخد منهم. بص، هم هيفضلوا نفس الحوار ده لحد ما ربنا يكرمنا وينجدنا والانتخابات تيجي بسرعه، قبل ما دمنا يتحرق وكليتنا وحاجات اللي في بطننا اللي حيتنا نكون شايلانا لحد ما نوصل لانتخابات مجلس الاداره الجايه. والله كن في عوننا يا اسطى.